بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين والمتابعين قناه عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم من كوكب المريخ الرحيم، من حوش عيسى، من بلدنا لغايه المكان اللي انا فيه ده 1400 كيلو على عداد العربيه. 1400 كيلو بالظبط. خدنا في الطريق حوالي 26 ساعه. معانا العربيه اللي حضراتكم شايفينها دي، ومعانا الدكتور محمد ربنا يصلح له الحال. المكان بعيد، وعلشان حضرتك تطلع رحله سفاري زي دي هتقعد لك فيها كام يوم، يبقى بالتالي يا جماعه لازم تظبطوا نفسكم. ظبط نفسك باقل حاجه، شنطه العربيه مش هتشيل كل حاجه، ده قد كده. كفايه تشيل جربنديتين ولا ثلاثه. فهنا فكره حضرتك لازم تشتغل بحيث انك توفر كل حاجه في اقل مساحه. زي ما حضرتك ده النومه وده مكان الاكل. دول انا عملتهم كلهم بالظبط في نص ساعه، زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجات بسيطة وحاجات بنحطها في شنطة العربية، ما بتاخدش حيز في شنطة العربية. احنا على ما في التوشكا، احنا على ما في التوشكا بصحبة اخويا وحبيبي المحترم الدكتور محمد. الدكتور محمد يا جماعة راجل من المحمودية، صديقي وراجل لا نزكيه على الله، راجل محترم. طبعا اخويا برضو ابني محمد البناوي. ازيك يا بني؟ صباح العسل. عامل ايه؟ ان شاء الله نولعوها يا عم عبده، واديله على ودنه واديله على قصينه يا عم عبده. محمد البناوي خلص السمك بتاع الحوش باللطش، وجاي يخلص السمك اللي في المبيت. النهارده يا جماعه احنا هنتكل على الله، هنعمل لحضراتكم فيديو الكواليس. وانتظروا مننا يا جماعه مسلسل، سلسله فيديوهات عن رحله مفيد توشكا عام 2021. ادعوا لنا يا جماعه، وانا بدعي ربنا ان ربنا زي ما جابنا بالسلامه روح لنا، روحنا لاهلنا بالسلامه، وربنا يوفقنا ان احنا نعمل لحضراتكم فيديوهات كده يا جماعه. يا ريت بس في اول حاجه كده تعملوا لايك للفيديو، علشان احنا ان شاء الله هنحاول نعمل لحضراتكم فيديوهات تنال اعجابكم. ادعوا لنا. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي. هو ده الكلام. هو
هو ده الكلام يا حاج عبده. الله ينور يا كبير. صلاة النبي اجمد. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي على ميلك واحدة واحدة. اديله على خشبه يا خال عبده. ايوه هو دي الكلام يا باشا. مجرد ما الوقت يجي المغربيه من قبل المغرب بشويه ركب الرابيلا اللي هي الجيلي فيش العظم بالنهار. المكان اللي احنا فيه ده ما فيهوش سمكه القراص كتير يعني، فعلشان كده حتى لما تشتغل بالرابيلا اللي هي الجيلي فيش دي ما تخافش. احنا طبعا بنخاف نركبها عشان السمك اللي هو الجراد ده، بس هنا مفيش يعني مواشي معانا هتفرق ان شاء الله. الله يا كبير بنط. لم ده لم ده بسرعه الرابيلا هتشبك. لم ده تعالى يا معلم انا صغير عامل لفاح والسمك ما انت كبير. اديله على قسطينه يالا ده بلحها. اه ده بلحها. بص بلع الرابيلا كلها. ايوه صلاة النبي. اديله على قسطينه. عامل لي فيها اسد. عامل لي فيها احمر سمك. مؤاخذة يا دكتور. يلا يا باشا عاد. الكرمات دي يا دكتور. يلا يا دكتور. ده جينا ناكل لقمة. وهنروح نكمل الصيد دلوقتي. احنا جايبين معانا جماعة بقالة. وجايبين معانا حاجات كتير يعني. صلاة النبي. اطلع يا اسد. اديله على قسطينه يا حاج. اديله على قسطينه يا عم عبد. صلاة النبي. اديله على قسطينه. اديله على قسطينه. هاي تسلم يا سعد. تسلم عاد يا يما يا يما. هاي اوعى وشك. اثبت يلا. طبعا القسطينه اوعى. لو انت وسعت المكان طبعا. اديله على قسطينه. اديله على قسطينه يا حاج. هو دي الكلام زي العسل برضه. مش فيش يا جماعه دي. معاك حاجة؟ يا مسهل الحال. صلاة النبي. تعالى يا سابع. ايوه صلاة النبي. المية زي العسل يا عم عبد. المية زي العسل والله يا جماعة. الليلة دي بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. يعني ربنا كرمني والله خدت شوية سمك حلوين بس الجو بره. وبعدين أنا قلت إيه نعمل الفيديو نكمل الفيديو من كتر السمك. انا ممكن نقعد دلوقتي ناخد لي كمان 10 سمكات ويمكن اكتر من 10 سمكات من السمك ده. بس انا اقول ان عشان ما اطولش الفيديو على حضراتكم بس والله يا جماعه ربنا كرمنا اخر كرم الحمد لله حضراتكم. بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي طلع معانا يا جماعه كله بس كده اللي لسه طالع دي. اللي طلع معانا كله بالرابلات. طلع معانا اللي هو الساموس اللي هو ايه
الصعايده بيقولوا عليه الساموس، احنا في البحيره بنقول عليه حمار سمك او قشر بياض اهو. اللي بياكل معانا الرابيلا اللي هي الرابيلا الجيلي فيش الخضراء، الرابيلا الجيلي فيش الخضراء اللي هي دي، هي دي اللي بتاكل معانا حضراتكم. طبعا الرابيلا ديت ميزتها انها بتاكل بالليل وبالنهار، بس بتاكل بالليل احسن. والرابيلا العظم هنصور لحضراتكم بيها ان شاء الله بامر الله فيديو كويس بامر الله، هنصور لحضراتكم بالرابيلا العظم فيديو بالنهار بامر الله. واخر فيديو يا جماعه بشكركم على المتابعه واعذروا الفيديو ده مش محبش اطول على حضراتكم يعني علشان الجو بقى تل. واخر فيديو بشكركم على المتابعه اللي بتعملوا لايك للفيديو يا جماعه لو سمحتوا، مع الف مليون سلام. السلام عليكم. صباح الفل. الجو اليومين دول برد، احنا طلعنا على الميه قعدنا لغايه الساعه 1:30 كده، ربنا بقى قلنا ان المكان اللي احنا مختارين فيه النوم ده مكان دافي وحلو، المكان ده فوق مننا والخيمة الدنيا حلوة يعني. شوية كده نسهر نقعد لنا ساعة نهزر وكده، وبعد كده نروح قافلين الحوارات دي كده خالص ونخش بقى ننام هريلة زي الليالي إن شاء الله بأمر الله. هنصحى الفجر بأمر الله، يعني ننام ساعتين ولا حاجة، وحن ننزل نشتغل بالكاست كاست بالرابلات. ربنا يصلح الحال ان شاء الله، هنعمل لحضراتكم فيديو كويس بامر الله. يلا يا ولادكم زي العسل، دعوا لنا بالله عليكم.